لكم في مجلتكم الفنية عدد تلتقون به على قناة المشاهد تي في لنسبح معا في عالم الفن وأخبار الفنانين. ابقوا معنا. حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة على برنامج في بيتنا ضيف مع المقدم السعودي فايز المالكي على شاشة تلفزيون دبي، وردا على سؤال من فايز المالكي عن ما هو العيب بالنسبة لك، ردت مايا بعصبية: أتحسبني أنني ليست لي مبادئ ولا قيم ولا عيب؟ وعندما قال لها أننا نتناقش، ردت أن هناك اختلاف ثقافات وتربية، حيث هناك بلاد عربية متحررة في تفكيرها وتعاطيها أكثر من بلاد أخرى، غير أنها رفضت أن تسمي عيبا واحدا لها ترفض أن تقوم به. وقال الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم الشهير بشعبولة: إن نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ميسي أصبح يقلده في كل ملابسه التي يرتديها، وجاء ذلك ردا من شعبولة على الإعلامي المصري وائل الأبراشي الذي أبدأ إعجابه بإطلالة شعبان عبد الرحيم والملابس التي يرتديها بشكل خاص. وكان شعبولة حل ضيفا على برنامج وائل الأبراشي عبر فضائي الدريم المصرية، ورافقه أيضا ابناه سيد وعدوية وكذلك حفيده أحمد عدوية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.